دعت 10 منظمات دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع. أكدت المنظمات 10 أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة غير مسبوق، ووصفت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود الوضع بأنه ميؤوس منه في المستشفيات المكتظة، وقالت إن ربع المرضى الذين تعالجهم منظمة أطباء بلا حدود هم من الأطفال دون 18، نصفهم أقل من 18 عاما، وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. Il n'y a plus d'hygiène, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et un des chirurgiens racontait de façon totalement désespérée que les patients...